يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة إذا كانت في المسجد وفي مكان منعزل بعيد عن الرجال أن تنزع جلبابها؟ هل يجوز امرأة إذا كانت في المسجد في مكان منعزل وبعيد عن الرجال هل لها أن تنزع جلبابها؟ نعم، إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تنزع، عند نساء ولا خالية ما في بأس، الحجاب إنما يكون عند الرجال الأجانب. نعم.